بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 100 في سلسلة أحب لغتي. عندنا النهاردة الاسم المقصور والمنقوص والممدود، وكيفية التثنية والجمع، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. الاسم المقصور هو اسم آخره ألف، والاسم المنقوص اسم آخره ياء، والاسم الممدود اسم آخره ألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة اللي هي ألف وبعد كده همزة على الصاد. أقدر أعرف الفرق بينهم. المنقوص الصاد بتتكتب كده، هو صاد، فلو انا حركت الصاد شويه هكتبها ايه؟ صي. يبقى المنقوص اخره ياء. ادام المنقوص اخره ياء يبقى المقصور اخره الف، والممدود ده لوحده لانه اخره ا. زي ايه؟ زي صحراء. صحراء ده اسم ممدود، يعني في الف التانيث الممدوده. خد بالك اسمها الف التانيث، دي علامه من علامات التانيث. والمنقوص اللي هو اخره ياء زي كلمه القاضي، الداعي. والمقصور اللي هو اخره الف زي كلمه عصا، عصا اللي هي العصا اللي بضرب بيها ديت، هدى، كلمه مستشفى، وهكذا. دول الاسماء ديت ليها حالات خاصه في التثنيه والجمع، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. الاسم الممدود قالوا انه 3 انواع: الهمزه في اصليه، النوع الثاني الهمزه منقلبه عن اصل، يعني اصلها واو او ياء، النوع الثالث الهمزه زائده. 3 انواع اهو: الهمزه الاصليه منقلبه عن اصل الواو او الياء، الهمزه زائده. تعال نشوف الاصليه. الاصليه زي انشاء. طب اعرفها ازاي؟ كل تصاريف الكلمه هتلاقي فيها الهمزه. الماضي انشا، المضارع ينشئ، الامر انشئ، الاسم نشوء ونشأة. يبقى انشاء الهمزه اصليه. الهمزه اصليه لما اجي اثنيها او اجمعها تبقى كما هي، همزه ثابته تبقى كما هي. يعني اقول انشاءان وانشاءين، واقول اجمعها انشاءات. ما حدش يقول لي اجمعها جمع مذكر سالم، لان انشاء دهيت اساسا لا تدل على مذكر عاقل، خد بالك. واحط الحروف الزياده اللي بتدل على المثنى، الف ونون او ياء ونون، او الالف والتاء اللي بتدل على الجمع سالم، او بيسموها ما جمع بالف وتاء زائدتين. اللي في الوسط الهمزه المنقلبه عن اصل، قالوا كلمه سماء وكلمه بناء. اشمعنى سماء وبناء؟ لان سماء الفعل بتاعها سماء، ما فيش همزه اهو، يسمو. يعني سماء فيها حرف عله، والمضارع يسمو من السمو، الواو ظهرت. يبقى سماء اصلها سماء، ما هي ادام منقلب عن اصل لازم احطها في شكلها الطبيعي. شكلها الطبيعي تبقى سماء، وبعد كده ابدا اثني واجمع. طب كلمه بناء، بناء من بنى يبني، بنى يبني. هل اكتبها بناي وابدا اثني واجمع؟ لا. امال اعمل ايه؟ قالوا ان الهمزه المنقلبه عن اصل يا اما تبقى زي الهمزه الاصليه تكون شديده يعني، يا اما تقلب واو. تقلب واو يعني ايه؟ يعني سماء وبناء انا متاكد ان سماء اصلها سماو وبناء اصلها بناي، هروح كاتبهم في صيغتين. هكتب سماء تبقى وبناء تبقى، يبقى التثنية سماءان وسماءين، الهمزة على السطر على طول في الحتة دهيت، والتانية بناءان، الهمزة على السطر برضو، بناءين. ادي التثنية همزة على السطر. احنا قلنا تبقى او تقلب واو، اكتبها سماو وبناو. بناو وانا بقول اهوت، يعني ما ترجعهاش لاصلها الياء، لا تقلب واو. يبقى سماو تبقى سماوان وسماوين، وهنا بناوان وبناوين.
طب اجمع بقى سماءات الهمزة على السطر، وبناءات الهمزة على السطر، طب اقلبها واو يبقى سماوات وبناوات. سماوات على فكرة متفقين في دروس الإملاء إن سماوات بالتحديد لا تكتب هكذا سين ميم ألف واو ألف ت، لا، اتفقوا إن رسم كلمة سماوات أو طريقة كتابتها ستكون كطريقة كتابتها في المصحف الشريف بالرسم العثماني، علشان كده سماوات تكتب سين ميم واو ألف ت، دي قاعدة من قواعد الإملاء. طيب الهمزة الزايدة، الهمزة الزايدة انت قلت لنا صحراء، صحراء لان الفعل بتاعها صحراء، فعل صحراء دوت ليس فيه الف زي سماء، اظهرتش فيه الهمزة زي انشاء، يبقى الهمزة دي زائدة. الهمزة الزائدة نعمل فيها ايه؟ نقلبها واو، نقلبها واو تبقى اكتب صحراء، يبقى المثنى صحراوان او صحراوين، ده التثنية، الجمع صحراوات. ان شاء الله هنكمل تثنية الاسم المقصور والاسم المنقوص في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.